نحن لازم نروح صوب جمهورية ثالثة، ولكن لا يمكن أن نذهب إلى هذه الجمهورية وهناك مسدس مصوب إلى أصداغنا. حذر لقمان سليم من المسدس اللي بيحكم الحياة السياسية بلبنان لغاية من قتل بكاتم صوت بثلاث شباط 2021. أدرك صعوبة تغيير الوضع القائم ببلد ما عالج ذيول الحرب الأهلية ومنجة من استتباعات إقليمية وفساد أطاح بكل شيء. هذا البلد بما أنه كان عطول بحالة تأسيس، فكان عطول بحالة قتل. لقمان كان بمرحلة بناء، كان بمرحلة عم بيعرف يستقرئ تاريخ لبنان ويقول أنه هذا بلد نهائي، هذا بلد منه قيد التأسيس، نحن مش قايين وهابيل، نحن مش قتلة، نحن بنائين، وهذا البلد لقلنا وما بنعرف غيره وبيسوى نبقى فيه. الناشر والكاتب والمترجم الشغوف بالذاكرة وبالأرشفة والترجمة اشتغل لسنوات على إنتاج ثقافي بيكشف جرائم الحرب وذاكرتها، وثق للانتهاكات والسجون اللي كانت بصلب وسائل الحكم بمنطقتنا، وحاول كشف ثقافة الإفلات من العقاب. هالهاجس كان بصلب تأسيس مركز أمم الثقافي المعني بأرشف ذاكرة الحرب ببلد عم يحاول طمس كل ما له علاقة بالحقائق والمحاسبة. قديش هيدا البلد ما بيملك ولا عنده شجاعة إنه يملك وثائق ذاكرته. What is important is the idea of accountability. Accountability lays the basis of any political system which would like to be based on the rule of law. This is what the Lebanese failed to do, and therefore today we are living in a kind of jungle. الغابة اللي قال لقمان إنه لبنان عم بعيشها أودت فيه، مثل ما سبق وإنه أودت بضحايا للاغتيال السياسي والحروب العبثية الكتيرة اللي عاش البلد من دون حساب. لقمان and me, all our somehow our work was concerning impunity, but also political assassinations. I mean, we documented, we collected, we analyzed political assassinations in Lebanon. UMAM has been working on political assassinations. We have been documenting this. So to and now we were directly hit. اشتغل لقمان مع زوجته المخرجة الألمانية مونيكا بورغمان لسنوات على إنتاج أفلام وثائقية، من بينها فيلم تدمر عن سجن النظام السوري الشهير. المفارقة الثقيلة على مونيكا إنه اللي اشتغلت عليه مع لقمان صار اليوم هو جزء منه. Lukman and me, we have been working together for 20 years for an end of the culture of impunity. And today, really, we need to do it for him and unfortunately without him. It took me time to become conscious about it. منذ إعدام لقمان بسيارته بجنوب لبنان برصاصات خمسة ما صار أي تحقيق جدي بالجريمة. لقمان كان ناقد حاد ضد سلاح وهيمنة حزب الله على الحياة السياسية والأمنية بالبلد، وتعرض لأكثر من محاولة اعتداء من قبل مناصري، بل وصلت التهديدات إلى منزله بحارة حريك. اغتياله اللي سبقوا وتبعوا حملة تخوين قادها ضده محسوبون على حزب الله انعكس فتور بالتحقيق. تحول لقمان إلى ضحية للا محاسبة اللي كان عم بينادي بمواجهتها.
I'm in a war. And I'm absolutely not surprised because, I mean, and it's, for me, it just shows how powerful the message was Luqman had. Yani, even killing him physically was not enough. I mean, they have to invent lies. ببلد عم بتعرقل فيه السلطة علناً أي تحقيق جدي بجريمة تفجير المرفأ وعم تهمل تحقيقات بملفات اغتيالات وانتهاكات قام فيها نافذين بتبدو جريمة قتل لقمان سليم محكومة باللا محاسبة. لما دولة مغلوب على أمره ليه بدك إنه القضاء ما يكون مغلوب على أمره؟ يعني لما القاضي المرفأ مثلاً كل يوم يهدد بالقتل، فإنه ما حدا بيتمنى لأعدائه إنه يتهددوا بالقتل، فكيف بقى إذا تهدد قاضي عم بيجرب ينظر بقضية بهالخطورة؟ موت مدينة، يعني المرفق يعني هو الشريان العصب تبع بيروت، فأنا ما فيي أطلب من حدا فوق طاقته. يعني أنا كتير متفهمة إنه يعني الدولة غايبة مغيبة ومقتولة ومنحورة، فما في أطلب منها شيء. أنت فيكي تطلبي من ميت إنه يقدم لك أي شيء؟ I don't know if we will arrive to reveal the truth to get justice, but on a very personal level, I'm not giving up. I'm not giving up to do whatever I can do. And to have somehow hope that one day justice can prevail. I want to know why this decision was taken in this moment, and therefore from the first moment when it happened, from the first day, I'm asking for an independent investigation. For me, it's not enough to have an opinion who might be behind it. I need proofs and I need justice. النظام الفكري تبعهم هو نظام دموي، هو نظام القاتل، فأنا ما بتفاجأ. يعني وين هالمفاجأة؟ قتل يومي، هن عندهم قدرة على قتلك، بيقتلوا بجملة بيقولوها على تليفونهم، هن قتلي، ما في توصيف تاني. وبعدين هن بالآخر إنه بنشوف لوين بيوصل كل هالقتل. أنا ما بعرف، أنا مني محكمة إنه بس هن قتلي، ما عندي توصيف تاني لألهم. قتل لقمان سليم حصل ببلد في من يجتهد فيه لتجهيل مرتكبي جرائم، مرتكبي جرائم الحرب، ناهبي المال العام، ضحايا الاغتيالات، جريمة مرفق بيروت. من نهاية الحرب الأهلية ما في أجوبة على أسئلة مين خطف ومين قتل ومين الضحايا. لقمان اشتغل على توثيق تاريخ البلد اللي ما كان حدا بده يوثقه، فالجريمة عندها تاريخها كمان. وهيدا اللي عم بتحاول مؤسسة لقمان سليم اللي تم تأسيسها مؤخراً الشغل عليه. As these kind of crimes are not only happening in Lebanon but also in Iraq, and that they have happened in Algeria, I mean, there is a whole culture of murder. It's, and Luqman is the last victim of it. So at least here in Lebanon, so it became obvious that the foundation should first of all have his name, defend his legacy, and the work on political assassinations was also part of his legacy. بفكرة مؤسسة لقمان سليم، فكرة تشتغل على المحاسبة فيما يخص التصفية الإنسانية، هو يعني عمل توثيقي، عمل بحث محاولة نفهم إنه إحنا ليش بمجتمعاتنا القتل صار جزء من الممارسات السياسية اليومية. ما عم نعمل شيء غير أنه عم ننتج علم، ننتج معرفة، وننتج
أشكال ثقافية من التعبير بتقول ما بدنا نموت وما بدنا نقتل حدا وما بدنا حدا يقتلنا بكل بساطة، يعني ما منه أكتر من هيك. إذا هالشي بشكل خطر بهيدا البلد يعني في مشكلة كتير كبيرة كتير كبيرة أكتر أكبر مما نحن منتصور. أنا موجودة مشان لقمان، يعني عندي قناعة راسخة أنه هو معي وحي ولح أحيي إذا منه حي، لأنه هني قتلي وأنا مني سيدة بحب القتل، أنا بحب الحياة ولقمان بحب الحياة والمباهج الحياة، فهو مع البهجة ومع الحياة، الحياة أقوى صدقيني. عبر أمم وهنجار ودار الجديد وكل مساهماته الثقافية اشتغل لقمان سليم على كشف الحقائق، أحيا قضية مخطوفي الحرب، رعى ندوات ولقاءات ناقشت قضايا تعتبر محرمة. بيت العيلة بحارة حريك بالضاحية الجنوبية بقي مكان مفتوح بيستعيد ماضي الضاحية المتعدد. هون بتعيش والدته السيدة سلمى وشقيقته الكاتبة رشا وزوجته مونيكا ومؤسساته الثقافية. إنه ما يكون لقمان حاضر بهالمساحة يبدو أمر صعب الاعتياد عليه. I'm discussing everything with Luqman. I mean, for the last 20 years, I have been in a permanent exchange with Luqman. And today, I continue discussing with him. I mean, each decision I have to take in my mind, I'm discussing it with him. And I hope he approves it in a way. We have been concerning all topics in a permanent exchange, and not having this exchange today, it's extremely hard, it's extremely painful. هذا بيت تاريخي، هالمكان هو مكان تعايش وسلام، فنحن عايشين فيه بسلام وبتعايش. إنه هيدا البلد بلد نهائي، هيدا بلد ما بدنا نساوم عليه، ما عنا غيره. يعني مصرة أنا أقول إنه هيدا البلد هو بلدنا، نحن هون ونحن باقيين هون. Memory is a battlefield.